السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمد عباده الشاكرين. حمد عباده العاملين. لما ورثوه عن سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين نبينا المصطفى العظيم البشير النذير سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وعلى التابعين له بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا أيها الطلاب والمشايخ المجتمعون في هذا اليوم المبارك في يوم الثلاثاء من شهر محرم هذا الشهر العظيم، هذا الاجتماع المبارك والذي تحت عنوان الطلاب الداخليين، والمقصود بذلك الطلاب الذين درسوا وتعلموا وتربوا على يد شيخنا إسماعيل رحمه الله تعالى وعلى يد خلفه الفقير محدثكم، وذلك في السكن الداخلي. وهذا الاجتماع له فوائد عظيمة وله فوائد كبيرة وله ثمرات وله نتائج، من أهمها زيادة الأخوة وزيادة المحبة وزيادة التعاون على البر والتقوى، لأن هذا الوقت الذي تصرفونه مع بعضكم وهذا الجهد الذي بذلتموه في الحضور من شتى الأماكن ومن شتى المدن حتى اجتمعتم في هذا اليوم العظيم على بساط المحبة وعلى بساط العلم وعلى بساط الأخوة، هذا الاجتماع له ثمرات كبيرة عظيمة. من أهم ثمراتها كما ذكرت لكم زيادة الأخوة الإسلامية التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بها. أمر الله عز وجل بأن نكون إخوة وأن نكون عبادا لله مجتمعين على الخير متعاونين على البر والتقوى. ومن ثمرات هذا الاجتماع زيادة محبة العلم ومحبة العلماء ومحبة طلاب العلم ومحبة كتب العلم، وذلك لأن محبة العلماء والعلم والمتعلمين من أسباب زيادة الإيمان ومن أسباب زيادة التقوى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصادقون هم العلماء العاملون، هم الذين صدقوا في المعاملة مع الله سبحانه وتعالى وأدوا حقوق الله عز وجل وأدوا حقوق المخلوقين. الصادقون هم المنصفون من أنفسهم قبل أن ينتصفوا من غيرهم، فلا يظلموا أحدا ولا يحسدوا أحدا ولا يحقدوا على أحد ولا يأكلون مال أحد ولا يظلمون أحدا. الصادقون هم الذين يعترفون بالذنب إذا ظلموا أنفسهم أو أذنبوا ذنبا، ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. الصادقون هم الذين أمرنا الله عز وجل بأن نكون في رفقتهم في الدنيا حتى نحشر معهم يوم القيامة. ومن ثمرات هذا الاجتماع المبارك أيضا أن فيه عزة للإسلام والمسلمين، وذلك لأن الإسلام يقوى باجتماع أهله وبمحبتهم وبمناصرتهم وبمؤازرتهم لبعضهم وبنصيحتهم لبعضهم. ومن ثمرات هذا الاجتماع المبارك خدمة العلم وخدمة كتب العلم والترقي في مقامات الصالحين. إن هذا الاجتماع العظيم
الذي على بساط المحبة والأخوة هو أحد ثمرات مجلس خريجين الحرمين الشريفين، والذي له عمر طويل الحمد لله في بلاد إندونيسيا. تأسس هذا المجلس منذ سنوات، وانبثق من هذا المجلس مجلس خريجي الحرمين الشريفين الذي يجمع الطلاب الداخليين والخارجيين. انبثق من هذا المجلس برامج متعددة وأنشطة متعددة، منها حول مشايخ الحرمين الشريفين، ومنها الدورة العلمية السنوية، ومنها الممشى والمشي الجماعي بذكر الله سبحانه وتعالى، ومنها قراءة الكتب الأمهات الست في مختلف المناطق، قراءة كتب الحديث. ومن برامج خريجي الحرمين الشريفين مجلس خريجي الحرمين الشريفين التدريس في المساجد وبناء المساجد وتحفيظ القرآن في المساجد التي بنيت في مختلف المدن في بلاد إندونيسيا. وأيضا من برامج مجلس خريجي الحرمين الشريفين وجود هذا الملتقى للطلاب الداخليين الذين اجتمعوا وعملوا لأنفسهم هذا الاجتماع بسبب طول الصحبة بينهم وطول جلوسهم ومقامهم مع بعضهم في مكة المكرمة، حيث درسوا مع بعض وأكلوا مع بعض وشربوا مع بعض وناموا واستراحوا ودرسوا وهم في مكان واحد وفي محل واحد. والحمد لله لا يزال هذا النشاط موجودا، ولا يزال هذا التدريس موجودا، ولا تزال هذه الأخوة تقوى وتكبر بفضل الله سبحانه وتعالى. وقد فرحت بوجود هذه البطاقة الموزعة على الطلاب الداخليين، وقد أخبرت رئيس الطلاب الداخليين الشيخ حسني مبارك بارك الله فيه بأن يجعل مع هذا الشعار شعار الطلاب الداخليين أيضا شعار مجلس خريجي الحرمين الشريفين في نفس البطاقة وفي نفس الأوراق، حتى تكون البركة أشمل، وحتى تكون البركة أعم، وحتى تكون البركة أكثر بإذن الله سبحانه وتعالى. كلما كبرت المظلة الإسلامية وكلما كبرت الخيبة، خيمة الأخوة الإسلامية، كلما كان الخير أكثر وكلما كان الخير أعم وأشمل بفضل الله سبحانه وتعالى. إن هذا الملتقى بين الطلاب الداخليين واجتماعكم مع بعضكم تتذكرون فيه الأيام التي اجتمعتم فيها، وكذلك أخبر الله عز وجل عن أهل الجنة أنهم يتذكرون في الجنة أيامهم في الدنيا، يتذكرون في الجنة اجتماعاتهم في الدنيا، صلواتهم في الدنيا، أخوتهم في الدنيا، محبتهم في الدنيا، ويتذكرون ذلك ويحمدون الله عز وجل على أن أخلفهم خلفا صالحا، أخلفهم وأورثهم الجنة بما عملوا من الصالحات في الدنيا. فأوصيكم يا إخواني ويا أبنائي ويا أحبابي بدوام هذه المحبة ودوام هذه الأخوة ودوام هذه الصلة والإيثار فيما بينكم، وأن لا تجعلوا أحدا يفرق هذه الأخوة الإسلامية، لا بحسد ولا بنميمة ولا بكذب ولا بعداوة ولا بظلم، وأن تكون هذه المظلة مظلة الطلاب الداخليين تحت المظلة الكبيرة مجلس خريجي الحرمين الشريفين، والذي يجمع كثيرا من المدارس وكثيرا من المعاهد وكثيرا من الشيوخ وكثيرا من الطلاب، والتزاور فيما بينكم والمحبة فيما بينكم وحضور البرامج المقامة في هذا المجلس وبين الطلاب الداخليين، مثل قراءة كتب الأمهات الست، كتب الحديث، ومثل الدروس في المساجد، ومثل حول مشايخ الحرمين الشريفين، وغيرها من البرامج المباركة. جزاكم الله خيرا على هذه الدعوة لي لإلقاء هذه الكلمة
ولأكون حاضرا بينكم بالقلب وبالروح حتى ولو كنت بعيدا عنكم في الجسد. فلا تنسوني من دعائكم ولا تنسوني من نصيحتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعله اجتماعا مباركا، وأن يجعله اجتماعا طيبا، وأن يثمر منه الطيب المبارك، وأن يجعله سببا لزيادة الخير وزيادة البركة وزيادة الرزق وزيادة الأخوة وزيادة المحبة، وأن يجعله سببا لدخول الجنة يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في الدنيا في خير، فاجمعنا في الآخرة في خير، واحشرنا مع أهل الخير، واجعلنا من أهل الخير يا رب العالمين. وانشر العلم، وانشر العلم يا الله في بلاد الحرمين الشريفين وفي بلاد إندونيسيا وفي كل بلاد الإسلام والمسلمين وفي مشارق الأرض ومغاربها، واجعلنا ممن يخدم هذا العلم صدقا وأمانة بما تحب وترضى يا رب العالمين. أمدنا اللهم بمدد من عندك، أمدنا اللهم بتوفيق من عندك، أمدنا اللهم بتسديد من عندك، واجعلنا من عبادك المباركين. وجزى الله خير الجزاء، وجزى الله خير الجزاء من كان السبب في هذا الاجتماع، ومن كان السبب في هذه الأخوة، ومن كان السبب في هذه المحبة. استمروا في أخوتكم وفي محبتكم، وانشروا هذه الأخوة، وانشروا هذه المحبة، وزيدوها، فكلما اتسعت رقعة الأخوة الإسلامية كلما زادت قوة المسلمين. واحرصوا على خدمة الإسلام وخدمة المسلمين بما تستطيعون يا إخواني، من النصيحة ومن التدريس ومن التعليم ومن التعلم ومن التزاور ومن التبادل ومن الإيثار ومن المسامحة وكل ما تستطيعون، اتقوا الله ما استطعتم. أسأل الله عز وجل أن يجعل اجتماعكم اجتماعا مرحوما، وتفرقكم من بعده تفرقا مباركا محسوبا، أن يحفظ إخوانكم هنا بمكة من الطلاب الداخليين والخارجيين من كل الذين يدرسون في الحرمين الشريفين. اللهم احفظهم واحرصهم بعينك التي لا تنام حتى يرجعوا إلى بلادهم وهم علماء فقهاء صلحاء يخدمون الإسلام والمسلمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، اللهم فقهنا في الدين، اللهم اجعلنا من العلماء العاملين، اللهم اجعلنا من ورثة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونسأل الله أن يتكرر هذا الاجتماع سنوات وسنوات وسنوات بخير وعافية ولطف وسلامة يا رب العالمين. وإن شاء الله يا إخواني نلقاكم في الدورة العلمية بعد حوالي 3 شهور، نلقاكم إن شاء الله في الدورة العلمية في إندونيسيا، وتزداد هذا الاجتماع ونجتمع بكم في مكة المكرمة بإذن الله سبحانه وتعالى وفي المدينة المنورة، إنه سميع مجيب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وسر الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.